عندنا النهارده بروكلي. انا البروكلي جايباه النهارده المجمد وسلقاه سلقه بسيطه، ورحت حط عليه ميه ساقعه. تمام خلاص. طيب عايزه كمان فصوص ثوم، عايزه شيش طاووق وراك مخليه، كمان عايزه في صويا صوص وسمسم. يمكن الصويا صوص سعرات الحراريه بتاعتها بتبقى عاليه شويه، فاحنا مش هنحط منها كتير يعني. بص الكيلو هنحط ممكن 3 معالق. في كمان كاتشب او باربيكيو، في خل، في توم، في سمسم، في عسل ابيض. خلاص هجيب التوم هفرمه كده بالسكينه فرم خشن. طيب ده ريحته طلعت قويه، هجيب بقى بولة كده حلوة. احط فيها الفراخ، هتبلها تتبيلة حلوة كده قبل ما احطها في ال تستوي، لان بعد كده عايزة احطها كمان في الفرن. هستخدم زيت زيتون او زيت عادي، والمواد الدهنية اللي هنستخدمها المرة دي ما تبقاش جامدة قوي. طيب هجيب خل اهو، في خل هنا، مع كاتشب او باربيكيو. بصوا معلقة واحدة على الكمية دي كلها. هحط برضو هنا كده واقلب. هحط فلفل اسود والعسل، مش دلوقتي، فلفل اسود واقلب. هجيب بقى زيت الزيتون، وابتدي احط بقى الفراخ اللي انا ايه تبلتها. الريحة لذيذة جدا. حاطين هنا الصوص بتاعنا، باربيكيو، تشيلي صوص، سويت اند ساور، كاتشب، بيدي طعم حلو قوي. معانا كمان الصويا صوص، معانا فصوص ثوم، معانا فلفل اسود، خل، ممكن كمان معلقة كده ليمون، زيت زيتون وثوم. هحط كده الفراخ، وممكن على فكره بعد لما اعمل كل ده واحط جواها زيت الزيتون مع فصوص الثوم وادخلها الفرن زي ما هي من غير ما احطها على الطاسه. خلاص هجيب بقى العسل وألخبطه هنا. مع حبة صويا صوص عشان يدوب بسرعة بس. أسيبه بقى كده على جنب، ممكن أحط له بس معلقة خل صغنونة، صغنونة قوي. وقلب. يبقى انا هنا حطيت ايه مع بقيه التتبيله، حطيت العسل الابيض مع معلقه صويا صوص ثانيه وخل صغيره عشان دي اللي هدهن بيها الفراخ قبل ما ادخلها الفرن. احط بقى كده الثوم. ثلاث فصوص ثوم كده ايه مفرومين فرم خشن. اغطيها وابقى مجهزه صينيه عليها ورقه زبده عشان هبتدي ارص فيها الفراخ، وهجيب فرشه وهدهن بيها الفراخ بالعسل والصويا صوص مع بقيه التتبيله دي. وابص على الفراخ اهو، تمام، استا
استوت كده، انا عقبال ما ادخلها الفرن هتكون بتتشوي، بس يعني بتدينا كده ايه لون حلو. اصلا هي من غير حاجه لونها حلو. احاول افرد كده الشيش. بفكر اخد المفرودين بس واسيب الباقي عشان اللي مش عايز حتى يحطها في الفرن. هنشوف ممكن نعملها على البوتاجاز ازاي. هجيب بقى فرشة. في ايه هنا؟ في عسل وصويا صوص وبقية التتبيلة. خلاص. في حاجة بقى، حاجتين كمان لسه هعملهم. هجيب فصوص التوم وهقطعها بالطول كده وانزلها هنا كده. خلاص، عشان كده انا جايبه هنا فصوص كبيره كده. وبما ان فيه بصل احمر هحطه برضو، يعني هو فيه فانا هستغله. ايوه، كده برضو ايه مع العسل يتشوي كده في الفرن البصل. يعني لو انتوا ما تبقاش زي كده بصل، اعملوها بالبصل الابيض لو هتحبوا موضوع البصل ده. ماشي. وفي بقى البروكلي كمان هنعمل نفس الحركة، بس انا هدخله الفرن الاول ياخد كده وش، عشان في الاخر هحط البروكلي. البروكلي مش هياخد ايه وقت. بصوا كده اهو، خلاص زي ما هو كده هندخله الفرن. شايفين شكله عامل ازاي اهو؟ تمام، لونه جميل جدا. انا النهارده مقدماه مع رز ابيض وسلطه الكروم. هبص بقى على ده اللي انا هعمله ايه هنا كده ايه. نقلب. لونها اصلا لذيذ جدا. هبتدي احط البروكلي، هي اصلا استوت بس هنسيب شويه عشان المشوي اللي جوه ده بس، وهغطيها بس ههدي النور بقى خالص لان هي استوت. انا عايزه بس البروكلي ياخد الطعم. نعمل كده بس على البروكلي. عشان يبقى فيه صوص. ماشي. ندخلها تاني الفرن. ريحتها فظيعة. اللي هتتبسطوا بيها قوي الفراخ دي.